الجلد وأنكم تعرضتم للموقف المحرج عندما يطلب منكم أبناؤكم المساعدة في حل مسألة رياضية. مبتكر كرواتي في مجال التكنولوجيا وجد حلاً لتجنب الإحراج، طور تطبيقاً قادراً على إيجاد حلول للمعادلات الرياضية بمجرد التقاط صورة للمعادلة. ما عليك القيام به هو التقاط صورة المعادلة، والتطبيق سيقوم بالعملية الحسابية وإعطاء النتيجة خلال ثوان. يقول المخترع: بعد إجراء العملية يمكن للطلاب التأكد من صحة الجواب الموجود في الكتب المدرسية. التطبيق يقدم جميع خطوات حل المعادلة الرياضية. الأمر لا يتعلق بإعطاء النتيجة فحسب، بل إعطاء الخطوات التي أدت للنتيجة. منذ إطلاق التطبيق في تشرين الثاني أكتوبر الماضي، تم تحميله على 11 مليون جهاز ذكي. بعض المستخدمين أشاروا إلى حدوث أخطاء في نتائج المعادلات المعقدة، لهذا السبب كان لابد من تطوير نسخة حديثة. نحن في طور إنجاز نسخة جديدة من التطبيق. في البداية سنطلق نسخة الأندرويد لأنه يمثل أكبر سوق، ونتوقع أن يسهم في نجاح التطبيق. النسخة الجديدة ستكون قادرة على حل معادلة أكثر تعقيدا. يمكن تحميل تطبيق فوتوماث مجاناً، ومن المتوقع أن يلقى رواجاً بين طلاب الثانوية الذين يملكون هواتف أندرويد.